فير بلاي نحكي وباسكيت. المنتخب الوطني التونسي كان تألق اكيد البارح تقريبا جيل تاريخي للرياضه التونسيه للباسكيت في تونس. منتخبنا كان توج بالافخو باسكيت الثالث لي في تاريخه 10 سنين تاريخيه. باش تكون معنا واحد من صناع الانجاز هذا في مباشره من كيغالي، اللاعب كان موجود في التشكيله المثاليه للبطوله الافريقيه، تقريبا كان متألق صحبه كل زملائه وانه كنا نستحقوا حتى اكثر من زوج ملاعبيه. كان لاعب هذا اللي باش يكون معنا بالتليفون، وكذلك مكرم بن رمضان كانوا في التشكيله. على كل موجود معنا بالتليفون من كيغالي، واحد من ابطال تونس، واحد من ابطال افريقيا. عمر عباده اهلا بك. عسلام اخويا اسلام، ويعطيك الصحه اخويا، مرحبا، مبروك على التوانسه الكل. يعطيكم الصحه انتم اخويا، شرفتونا. عايش كسلام، ميرسي بوكو، يعطيكم الصحة على التغطية توتو لون دو تورنوا. الحقيقة رينا تغطية مثالية منكم ومن زملائك الكل، ويعطيكم الصحة على الهوى الخاص. أكيد تستحق عمر، جيل تاريخي تقريبا، الجيل هذا تقريبا ما توجناش في تاريخنا حتى مرة بالكوب دافريك في الباسكيت. أنتوما كسرتوا شوكة أنغولا تقريبا بعد سيطرة أنغولية، جاء الجيل هذا وحقوا ثلاثة ألقاب، ولو أنهم كانوا يجب يكونوا أكثر لقب 2013 على ما أعتقد هرب منا. على كل شنو صار، شنو السر في الجيل هذا عمر قبل ما نحكيو على التورنوا الأخيرة؟ والله السر اللي هو الخدمة، يظهر لي ما فما حد شيء يجيب السهل، كان بالخدمة وبالتضحيات ومعناها حد ما يحسب مصلحة ليكيب هي قبل مصلحة الأشخاص. رينا يظهر لي كل عام نضحي وسيف كامل، بعد على عائلاتنا، بعد على فرهيد، بعد على كل شيء، مركزين على اوبجيكتيف واحد اللي هو نهزوا راية البلاد، نشرفوا بلادنا، كسوا مشينا اون افريك ولا حتى في الكوب دي مونت. جيل ذهبي كما قلت، 10 سنين الاخرانيين كانوا من ذهب، صاروا فيه صحيح عثرات، لكن في الجمله الحقيقه تتسمى دي سنين معناها ناجحه على الاخر. 10 سنين يظهر لي تعديوا لكلهم لحظات تاريخية، لكلهم إنجازات. كما قلت يظهر لي الناس كل ضحات، تشوف إكزامبل كيما رضوان سليمان 41 عام، معناها كيفاش تراه كيفاش يخدم في لي سيونس دونترينمون، تقول هذا طفل عمره 20 سنة ومازال كيطلع سينيور. الحقيقة الناس الكل سونز إكسيبسيون، الأولاد الكل، ستاف، الناس الكل الحقيقة معناها كانوا جنود ومركزين على حاجه برك اللي هي مصلحه البلاد ومصلحه ليكيب ناسيونال. نحكيو على التورنوا هذه، انا اصعب مقابله عمر. والله بالنسبه لي اصعب مقابله كانت مقابله مصر. لولا مصر ولا الثانيه؟ الثانيه مقابله مصر الثانيه في المجموعه. نعرفوا مصر تهبط ضد تونس موتيفي 200%. نعرفوا لي ماتش ديربي ما يسبقش، معناها تنجمش تتكهن بالنتيجه قبل الماتش. قلقونا الحقيقه، زيتي تريز اغريسيف في الديفونس، وحذرنا ماتشونا نحن كما يلزم، لكن لقينا ايكيب محترمه برشا، ايكيب مصر. يظهر لي الماتش هذاك كان ديكليك نتاعنا، لا قدر الله كان عملنا عثره وقتها، رانا ترشحنا دوزيام في البول وراه، وجاتنا معناها في فرق اصعب، ويمكن كانت تنجم تكون ما تكونناش معناها كما يقولوا انكار ودومي بالكيفيه هذيك. ذاك الماتش هذاك رينا صعيب، كنا خاسرين 14 ولا 15 بوان، ظهر لي 17 بوان يظل لي وصلنا، لكن رجعنا في الماتش وربحنا. والماتش هذاك كما قلت لك كان ديكليك للمنتخب، وكما يقولوا تسرحنا به وشدينا ثنيه صحيحه. عمر ماتش البارح خسرتونا شويه، رغم اللي تقريبا ماتش كامل رابحين، جيتوا في الاخر تقريبا 10 سكوند الاخرانيين غاصره شويه. صحيح غاصره. بون نحن الحقيقه تجي ترجع للفيديو تشوف نحن عملنا اللي علينا، لكن جواري كوت ديفوار حطوا دي تير كونتيستي، دي تير صعب برشا، معناها على 10 ينجم يمركي واحده زوز هكاك. بون مشيت معاهم بالريوسيت، اوروزمون خدينا ليكار نحن من الاول، وعرفنا نجيري وسكور. بار كونتر نحن ما مشاوش معنا لي 3 بوان تقريبا، كان مايكل رول يمكن شات مليح، مبروك وحده بركه، ما مشاوش معنا بعدين نحن بون صالح في الاخر زاد. صحيح ما مشاش معنا ريوسيت، اما ديفونسيفمون معناها عندنا ماتش محترم جدا، ويظهر لي ديفونس هي اللي تجيب لي تيتر وهي اللي تجيب الالقاب. هذيك الحاجه الباهيه، البارح لعبنا على لي بلوز اون فورم،
كل بيريود من الماتش هزوا جوار. رينا بيريود مايكل رول جيم فورم لعبنا عليه من الاول مشيت انا نلعب عليه مكرم تبارك الله في لي روبون فونسيف. صالح الماجري ما شاء الله عليه معناها توتولون دو ماتش تبارك الله. قلقنا شويه كي خرج صالح في في الاربع اخطاء. والله الحقيقه صالح صحيح عنده البوان نتاعو في ليكيب لكن مونسيون سبيسيال المختار غياز الحقيقه. صحيح. تورنوا كامل عود صالح احسن تعويض يدخل دقيقتين ثلاثة دقائق الميزة نتاع مختار من 10 تمني ولا عمر وقت اللي نحتاجوه تاقف ليكيب هو يحط كدو بوان نتاعو ما نعرفش وقتها اعطاه اضافة كبيرة ولا اكزاكتومون مختار ديسكري وتري ديسيزيف الحقيقة كل ما استحقيناه يحط نفسنا بانيه ولا بزوز ديفونسيفمون تبارك الله يعمل ايفور دوبل. ديجا حتى الانترينور شكره معناها شكر خاص لي هو على الروندمون اللي عطاه خاطر مش سهل راه باش تكون معاود صالح الماجري. دونك عندك مهمه صعيبه برشا كي تدخل يلزمك تكون تخلي ليكيليبر نتاع صالح وتخلي ليكيب ديما الفوق. رينيه الحقيقه عوضوا احسن تعويض وكما قلت حتى راهو لي جوار اللي دخلوا البارح وكل راهم عطاو ما عندهم عمرو بوعليك دخل في وقت صعيب برشا شد ليكيب بالكدا ما عمل شغلات ولعب ديفونس باهيه برشا. دونك الاولاد الكل سونز اكسبسيون حتى اللي ما لعبوش الحقيقه كانوا اكزومبلير شجعوا اصحابهم على البنك. كنا يد واحده معناها سوليدير تحس خمسه على التيران سبعه على البنك تحس عبد واحد معناها تحسنا اللي يدخل يعاود صاحبه وكلنا ما خممناش في مصلحه اشخاص خممنا كان في مصلحه المنتخب. عمر تقريبا الجيل هذا كما كنا نحكيو سيطر على افريقيا وعلى تونس على الملاعبيه تقريبا هما اللي يلعبوا في اخر 10 سنين فما ملاعبيه شبان التحقوا توا بمنتخب جدد تشوف قادرين ياخذوا المشعل ولو انه ما شفناهمش برشا في التورنوا هذه برشا كنا نستناو في المرناوي عمل بريباراسيون باهي هذاك ما شفناهش. انت قريب من ملاعبيه واكيد تعرف فنيا تحكم نجم نشوفوا معناتها نتمنوا على المنتخب مستقبلا عمر. بيان سور نتهنيو على المنتخب كما قلت مرناوي تبارك الله عليه في لي ماتش دو تريو نيفو في الاوروب لعب ماتشات كبار برشا دونك يلي كابابل الطفل باش يدخل ويعاون ليكيب ويعوض برشا جوارات معناها من الجينيراسيون القديمه كما قلت عندنا جيل طالع عندنا فارس العاشي رغم اللي مش في لي دوز تبارك الله عليه عنده طويل وتبارك الله ينجم معناها يعوض صالح فما العدامي فما قنوني فما برشا الاولاد صغار تبارك الله عليهم جوست يلزمهم شويه خدمه شويه ثقه في النفس. وانت من ست صغير زاد وان شاء الله معنا انا الحقيقه جيت بين البنين بين البنين جيت 28 تو جيت لا صغير لا كبير جيت في الوسط. اي انت نورمالمون انت باش تشد ليكيب مستقبلا ولا ان شاء الله انا ديما ديسبونيبل انا ديما على ذمه المنتخب معناها وين يعيطولي ان شاء الله نبدا حاضر وقدره ربي ان شاء الله كما قلت انت انا مع الجيل الذهبي مع مكرم مازال يعطي مع زيد شنوفي عنا الحقيقه عنا يجيب مازلنا نجم نعملوا عليها ومانيش نقفوا لهنا بحول الله ان شاء الله باش نقعدوا ديما ندافعوا على حضورنا. استنسنا الحقيقه باللي بروميير غول ان شاء الله يا ربي لي زافرو باسكيت الجايين باش نقعدوا ديما تونس تدافع على حضورها للاخر ان شاء الله. في ليكيب تي كنا نستحقوا نكون ممثلين باكثر عمر مثلا صالح مايكل رول كان نجم يكونوا موجودين خاصة في الدويل بين صالح وتافاريز في ماتش الكاب فيرد هذي صالح تفوق عليه معناها وما يكذبون كيف في البوست دو ما اختاروا حتى واحد معناها بيان سور لوجيكمون اربعه توانسه نبداو في ليكيبتيف ويزيدونا واحد اخر هما اش عاملوا حبوا يفرقوها قسموها باش يراضيو الناس الكل صحيح لا غالب هذايا كيما يقولوا سي لا لوادو سبور وبون فما ظلم نحنا نقبلوه اما الفايده راهو احنا بالتيتر الغالي اللي هو الافرو باسكيت ويظل صالح الماجري ولا مايكل رول ماهوش تبدلهم حاجه كبيره في كاريرهم الكبيره ما شاء الله عليهم باساميهم اما يستحقوا يكونوا في الخميس الاساسي ويدو لوان معناها ورينا ذا سور تيران. على غالب كما قلت لك الفيبا افريك ما حبتش هكا ان شاء الله مره جايه يا رب ان شاء الله. بدلت شويه الخريطه نتاع الباسكيت في افريقيا خاص مستانسين بنيجيريا انغولا والا خاطر ما جاوش معناتها هذه ستار نتاعهم تاع الام بي اي طلعوا كيبات اخرين كيما جنوب السودان الكاب فير. صحيح والله شوف في القاره الافريقيه توا فما برشا جمعيات قاعده تتحسن من عام لعام
كنت قبل تلقى دو كاتيجوري، معناها تلقى 4 5 قويين برشا، وتلقى الباقي الكل نيفو متوسط وتحت المتوسط، ضعيف بريسك. توا وليت تلقى بريسك معناها كالمتوسطين وضعاف، قربوا برشا لي زيكيب معناها اللي عندهم لي تراديسيون كيما قلت، وليو عندهم جوارات تقرا في امريكا تلعب في امريكا، ولي جوار اللي مولودين في اوروبا ومتكونين في اوروبا يجيبوهم. دونك شفنا ايكيب نتاع مثلا نتاع سونتر افريك كلهم يلعبوا في فرنسا وكلهم مولودين ومتكونين في فرنسا. ايكيب الجيني كيف كيف. دونك فما الحقيقه الدول هذه قاعده تخدم برشا في المعنيه، قاعده تتطور وقاعده تتحسن. نحن معناها الحاجه الباهيه معناها كنا ديما على معناها فرد نيفو، كنا ديما ايجال ومين، معناها ان شاء الله ربي نكملوا هكا، وان شاء الله ديما متالقين ان شاء الله. ان شاء الله باهي. خلينا نحكي عليك انت، هل عندك تجربه جديده باش تكون لك في الايامات الجايه؟ الوجهه السعوديه هكا صحيح، اتحاد جده سعودي صحيح. امضيت العقود صحيح؟ اي امضيت موسم واحد. عمر علاش الوجهه الخليجيه؟ بون نعرف عندك، انا عندك عروض من تونس ساعه، علاش ما كملتش مثلا في المستير؟ ولا نعرف حتى في غالي الزهره عندك كان اوفر من الزهره، علاش اخترت انك تخرج تمشي للسعوديه؟ والله سؤال مهم برشا. صحيح لاخر لحظه كنت معني نخمم شنو نقعد في تونس، لكن حبيت نخرج من كما يسميوها الزون دو كونفور، حبيت نجرب اكسبيريونس جديده، نعيش اكسبيريونس كوم ان اترونجي، عبيد تحاسبك على كل ماتش، عبيد معناها كما يقولوا اعطاتك مسؤوليه لازمك تكون قدها. صحيح كنت نجم نمشي للزهره، مستير بلوز وموا، لكن الزهره اتصلت بيا برشا مرات، ومن بعد قررت نمشي للسعوديه. كما قلت لك سورتو القانون الجديد هذا باش تتحسن البطوله السعوديه، عندك الحق في لاعب عربي ولاعب اجنبي في كل ايكيب. دونك نتصور البطوله السعوديه باش تتحسن، وانا كما قلت لك حبيت نخرج من الزون دو كونفور نتاعي ونجرب اكسبيريونس جديده في تونس. معناها تنجم تقول جو سوي كونفيرمي، عندي توا برشا مواسم قاعد نعدي في ماتشات كبيره، دونك نحب نحاول الماتشات هذوما نقدمهم في بطوله اخرى، وان شاء الله نكون معناها في المستوى للعبيد اللي عطات فيه الثقه. علاش مش اوروبا عمر؟ كانت لك تجربه سابقه، عندك كل تقريبا كل المؤهلات، علاش مش اوروبا؟ صحيح 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 صحيح. انا داير انا صححت كان في سبتمبر، على خاطر قعدت نستنى في عرض في اوروبا، لكن اوروبا توا تغيرت المعطيات بعد الكوفيد، عندهم كريز كبيره، اون بلوس ولاو في المركز نتاعي لوجو كان على جوار امريكا. بوست 1 راهي صعيبه، ماهيش كيما بوست 4 5. بوست 1 في امريكا معناها الاف، بار كونت اللي 4 5 تلقاهم يتحسبوا على سويب عليد. دونك كيما قلت لك اوروبا ماهيش سهله، عطيتها الشانس نتاعها، صبرت. كنت عندي عروض في بولونيا الدرجه الاولى، وفي تركيا مش عروض، دي بروبوزيسيون معناها. لكن كيما يقولوا معناها اقترحوني غادي، وقعدت بين انا وامريكاني، لكن في الاخر اختاروا امريكاني في بولونيا الدرجه الاولى، وفي تركيا الدرجه الثانيه. الله غالب كل شيء بالكتبه، لعل في اخير لهنا. نعم قلت لك لعل في اخير. لعل في اخير. الحاجه الباهيه كما قلت لك البطوله السعوديه تحسنت برشا، باش تلقى معاك باش تلقى في كل ايكيب لاعب ولا زوز لاعبين دوليين سعوديين، وتلقى لاعب عربي سواء مصري لبناني مغربي، معناها فما دي جوار دو تريو نيفو، وباش تلقى لاعب امريكي في ليكيب. دونك نتصور فما برشا كيما نقولوا احتكاك، وفما برشا نيفو معناها قاعد يتحسن. ان شاء الله يا ربي علاش ليه السنين الجايه ان شاء الله نحاول نلقى تجربه في اوروبا ان شاء الله، كان ربي سهل ان شاء الله. ان شاء الله بالتوفيق عمر، وقتاش تروح ان شاء الله؟ غدوه نخرج الليله ان شاء الله، نوصلوا غدوه الخمسه نتاع العشاء، الاربعه ونص ان شاء الله. ان شاء الله يعطيك الصحه، شكرا ليك عمر، بلغ تحياتنا للولاد الكل، وشرفتونا، نعاود نقول لك مره اخرى، وفرحت التوانسه الكل البارح. ميرسي بوكو سلام، يعطيك الصحة على القهوة، ونشوفك على قريب إن شاء الله. يعطيك الصحة. كان هذا عمر عبيدة لاعب المنتخب الوطني التونسي بعد تتويج تونس البارح بالأفخو باسكيت. مازلنا مكملين في فير بلاي حتى الخمسة، موزيكا وبعد راجعين.